بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصيام لتطهير النفوس من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالحلال ونهانا عن الحرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وزكى وصام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام، على آله وأصحابه أهل السبق إلى الإيمان والإسلام، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الزحام. أخواتي في الله، الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها، كتبه الله على المسلمين كما كتبه على من سبقهم من الأمم أياما معدودات، يمتنع فيه المسلم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويثاب المسلم عليه ثوابا لا حدود له، وبه تغفر الذنوب، وبه يقي الله العبد من النار، وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص أعد للصائمين، وبه يفرح العبد عند فطره وعند لقاء ربه. يعد الصيام مدرسة صحية وتربوية واجتماعية مبنية على الصبر ومخالفة النفس وكسر الشهوة واحترام النظام والتزام الجماعة والإحسان إلى الفقراء ومواساة المساكين والمحتاجين وتطهير الروح والانشغال بلدة العبادات من صلاة وذكر وقيام واعتكاف وتلاوة للقرآن الكريم. وللصيام فضائل كثيرة ومعاني سامية جليلة نذكر منها: أولا، إضافة الصيام لله تعالى تشريفا لقدره وتعريفا بعظيم أجره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقد ذكر أهل العلم أوجه كثيرة في بيان معنى الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا الفضل، فقيل أن الصيام لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وقيل أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وقيل أن الصيام أحب العبادات إلى الله والمقدم عنده سبحانه وتعالى، وقيل أن إضافة الصوم لله تعالى هو إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال ناقة الله وبيت الله، وقيل أن الصيام لم يعبد به غير الله تعالى. ثانيا، الصيام من أفضل الأعمال عند الله تعالى. يعد الصيام من أفضل الأعمال، فهو من الأعمال الصالحة التي لا عدل لها. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني. ثالثا، الصيام جنة، جنة من شهوات الدنيا وعذاب الآخرة. الصيام جنة يعني وقاية في الدنيا والآخرة، فيقي المسلم في الدنيا من الوقوع في الشهوات والمعاصي، ويقيه في الآخرة من العذاب، إذن فهو حصن حصين في الآخرة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. رواه الإمام البخاري. وعنه رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه الإمام أحمد، حسنه الإمام الألباني. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني. ومعنى هذا الحديث أن الصيام درع يقي الصائم من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة، كما يقي الدرع المحارب حين القتال فيمنعه من طعنات العدو ويحميه من الموت بإذن الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الإمام البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الإمام الترمذي، وقال عنه الإمام الألباني حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. رواه الإمام النسائي وحسنه الإمام الألباني. رابعا، يتحقق أخواتي بالصيام أجر الصبر، فيجتمع في الصيام أنواع الصبر 3، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقداره سبحانه وتعالى. إذن فهو صبر على طاعة الله، لأن الصائم يصبر على هذه الطاعة ويفعلها، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يتجنب المعصية حال صيامه، وصبر على أقدار الله تعالى، أن الصائم يصيبه ألم العطش والجوع والكسل وضعف النفس. فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع 3. قد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر. خامسا، الصيام كفارة للخطايا والذنوب. إن الصيام من الأعمال التي يكفر الله بها الخطايا والذنوب. فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث: الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له ويفتتن بذلك، فترى يلهيه الاشتغال بهم عما ينفعه في آخرته، وترى يقصر في الحق الواجب عليه تجاههم، وترى قد يقع في ظلمهم ويأتي إليهم ما يكرهه الله من قول أو فعل، فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، فيكون الصيام من إحدى الطاعات التي تكفر عنه ذنوبه. سادسا، الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، فيقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. نعم، رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. سابعا، الصيام سبب لدخول الجنة. فمن أسباب دخول الجنة الصيام، وإن أحد أبواب الجنة 8 باب الريان، وهو باب يدخل منه الصائمون الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان،
يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه الإمامان البخاري ومسلم. وفي رواية للإمام البخاري: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. ثامنا: الصيام من الأعمال التي وعد الله صاحبها بالمغفرة والأجر العظيم، فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الأحزاب. تاسعا: للصائم فرحتان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه الإمامان البخاري ومسلم. فيفرح الصائم إذا أفطر بزوال جوعه وعطشه، حيث أبيح له الفطر، وقيل إن فرحه بفطره من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. وكذلك يفرح الصائم بصومه عند لقاء ربه لما يجده من جزاء عظيم وثواب كبير، وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه. عاشرا: خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. إن من أكبر الدلائل على عظم فضل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من رائحة المسك، والخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب الصوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه الإمامان البخاري ومسلم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: يريد أزكى عند الله تعالى وأقرب لديه وأرفع عنده من رائحة المسك. 11: دعاء الصائم مستجاب. إن من فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه الإمامان بيهقي والطبراني، وصححه الإمام الألباني. 12: الصيام يطهر القلب. إن صيام شهر رمضان وثلاث أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي الغل والحقد والغش ووساوس الشيطان، وما يحصل في القلب من كدرة أو قسوة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم الشهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا بوحر الصدر. رواه الإمامان أحمد والبيهقي، وصححه الإمام الألباني. وفي رواية أخرى: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. رواه الإمام النسائي، وصححه الإمام الألباني. 13: جعل الله تعالى الصيام من الكفارات لعظم أجره. فجعل الله الصيام من الكفارات لأمور كثيرة، منها كفارة فدية الأذى في الحج أو العمرة، فقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة. سورة البقرة. كذلك كفارة المتمتع إذا لم يجد الهدي في الحج، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. سورة البقرة. كفارة القتل الخطأ، فقال تعالى في سورة النساء: فمن لم يجد
وصيام شهرين متتابعين، كذلك هو كفارة اليمين، فقال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. سورة المائدة. 14. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه الإمام أحمد، صححه الإمام الألباني. وفي رواية أخرى: من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. رواه الإمام الأصبهاني وصححه الإمام الألباني. قال الإمام المناوي رحمه الله في كتابه فيض القدير: أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب. 15. الصيام وهو سبيل إلى غرف الجنة. أخواتي، إن المداوم على الصيام له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن الثواب الكبير الذي يكافأ به غرف الجنة. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في شهر رمضان على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.